الآن عند 1154 دولارا، متراجع ب 5 سنتات فقط للأوقية. أما الفضة فعند 15 دولارا و 58 سنتا للأوقية، بارتفاع 12 سنتا. للمزيد حول تطورات الأسواق العالمية معنا من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADF Securities نور الدين الحموري. سيد نور الدين، أهلا بك معنا. في الفترة الأخيرة كثرت التوقعات حول قرب رفع الفائدة الأمريكية. اليوم بعد بيانات مبيعات التجزئة هناك التقلص أو تراجع في هذه التوقعات، إلى أين تتجه الأمور؟ تتجه الأمور مرة أخرى إلى مزيد من التراجع من قبل الفيدرالي الأمريكي، والمزيد من يعني نوع من الغموض في حديثه خلال الفترة الماضية. هذا الشيء الذي لطالما كنا نذكره، وأيضا صباح اليوم أيضا بعت لك إيميل ذكرنا أنه كنا ننتظر هذه الخيبة الأمل في الأرقام. الشيء المهم هنا جعفر أنه الأرقام والحديث عن أنه الاقتصاد الأمريكي يتعافى بعيد كل البعد عن الصحة، لأنه لا يجب على الجميع النظر فقط إلى سوق الوظائف الذي أيضا لدينا عليه العديد من التحفظات، لكن رسمين فقط. اليوم اخترت لك رسمين يعني يشيران بشكل واضح لأنه رفع أسعار الفائدة لا يمكن أن يحدث لا الآن ولا حتى في يناير ولا حتى في سبتمبر الماضي. الدليل بذلك مبيعات التجزئة التي انخفضت اليوم. انخفضنا الآن على مدار 3 أشهر على التوالي، ديسمبر يناير وأيضا فبراير. في التاريخ الماضي في العام 2012 عندما انخفضت ب3 أشهر على التوالي تم الإعلان عن التيسير الكمي الثالث. أيضا بالعام 2010 عندما انخفضت على مدار شهرين على التوالي تم الإعلان عن التيسير الكمي الثاني، وأيضا فترة الأزمة المالية العالمية تم الإعلان أيضا عن التيسير الكمي الأول. هذه من جهة. الجهة الثانية أيضا وهي الأخيرة أو الرسم الأخير اللي هي الفاكتوري اوردرز، طلبات المصانع. في العام 2008 عندما انخفضنا باكثر من 8 اشهر على التوالي تم الاعلان عن تيسير كمي. في العام 2012 عندما تم الانخفاض على مدار 4 أشهر على التوالي تم الاعلان عن تيسير كمي. الشيء الأسوأ الان الذي نحن فيه الان، الانخفاضات وصلت الى 6 أشهر على التوالي. رفع اسعار الفائده في ظل هذه الارقام لا يمكن فعله، وفيما لو بالفعل قام الفدرالي الامريكي بذلك سنشهد مره اخرى انخفاض كبير في سوق الاسهم الامريكيه. هذه من جهه أولا، والتي أيضا بدأنا فيها بمجرد الحديث عن أنه سيكون في رفع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك الاقتصاد سيعود مرة أخرى إلى الركود، والبوادر بدأت بالفعل الآن بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي وصلنا اليوم تقريبا إلى حوالي 99.90 اللي هو يعني. طب من خلال هذا الرسم البياني الذي أظهرته سيد نور الدين، هل نتوقع تيسيرا كميا جديدا في الولايات المتحدة؟ يعني شوف، هلا لا أتوقع ذلك. نعم أتوقع أن يكون هناك في احتمالية كبيرة جدا. شوف، هي بمجرد أن يقول الفيدرالي لا يوجد رفع لأسعار الفائدة، هذا بحد ذاته يعتبر تيسير كمي للاقتصاد الأمريكي. لكن هل سيجبر على ذلك؟ أعتقد ذلك لسبب مهم جدا. ارتفاع الدولار الأمريكي سيستمر في الضغط على معدلات التضخم نحو الأسفل، سيستمر بالضغط على أسعار النفط أيضا نحو الأسفل. هذا الشيء سيؤدي مرة أخرى أنه فيما لو انخفضت معدلات التضخم ما دون مستويات الصفر، هل سيبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الحالية فوق مستويات الصفر؟ يمكن. هل سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع كما تفعل كل البنوك المركزية منذ بداية العام؟ أيضا هذا الشيء وارد. لكن من جديد الحذر من أن الفيدرالي الأمريكي يقود الأسواق لشيء معين وهو يتكلم عن شيء معين لكنه سيفعل شيئا آخر، كما فعل بن برنانكي في يونيو. طيب هذا كيف سينعكس على تخفيف التيسير الكمي في على أسعار صرف العملات؟ كيف ستكون الانعكاسات؟ مسيرة اليورو هل توقفت عن الهبوط؟ هذا الشيء المهم. توقعاتنا السلبية نحو الاتجاه أو نحو الاقتصاد الأمريكي لا يعني بيع الدولار الأمريكي. سنبيع الدولار الأمريكي خلال العام الجاري لكن ليس الآن. سنبيع الدولار الأمريكي عندما يقوم الفيدرالي الأمريكي بالإعلان رسميا عن تراجعه لرفع أسعار الفائدة. لذلك حتى اليوم بعد هذه الأرقام انخفض الدولار لشكل بسيط ومن ثم عاد الارتفاع من جديد، لأنه الأسواق لا زالت مؤمنة بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة. هل ينخفض اليورو ما دون الباريتي؟ هذا الشيء الذي أشكك فيه. فيما لو بالفعل تراجع الفيدرالي في مارس او الاسبوع الجاي عن رفع اسعار الفائده وحتى في يونيو المقبل، اعتقد انه الباريتي يعني التعادل مع الدولار الامريكي سيستقر لفتره من الزمن قبل ان نشهد مره اخرى عوده لانخفاض الدولار بشكل اكبر من الارتفاع الذي شهدناه. نعم، من ابو ظبي كبير استراتيجي الاسواق في ADS Securities نور الدين الحموري، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. اهلا وسهلا. نهايه وقفتنا الاقتصاديه، نعود لمتابعه الاخبار. We'll be right back.
انتقد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي خطابا لأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، هددوا فيه بإبطال أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران، وأبدى خامنئي قلقه مما وصفه بالغدر من الجانب